قرر رئيس برشلونه مبابي سيدمر غرفه ملابس ريال مدريد. يعتقد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونه ان انتقال كيليان مبابي الى ريال مدريد سيؤدي الى العديد من المشاكل في غرفه الملابس ريال مدريد، تحديدا مع البرازيلي فينيونس جونيور. واكد لابورتا في تصريحات صحفيه انه لا يحسد ريال مدريد على ضم مبابي، لكن على ريال مدريد بيع فينيونس جونيور إذا تعاقد مع كيليان مبابي، لأنهما لن يلعبا في نفس الخامة أو في نفس الخطة، وتحدث عن أرقام الصفقة والراتب السنوي، فيما سيؤدي إلى مشاكل داخل غرفة خلع الملابس في ريال مدريد. واستكمالا لأخبارنا، السلطات اليابانية تلاحق إنيستا بتهمة التهرب الضريبي. طلبت سلطات الضرائب اليابانية إندريس إنيستا نجم المنتخب الإسباني وبرشلونة السابق بدفع حوالي 3.5 مليون يورو لعدم الإعلان عن دخله بشكل صحيح خلال إقامته في البلاد. وأكد مكتب الضرائب الإقليمي أن إنيستا أخفى حوالي 5.2 مليون يورو من رسومه التعاقدية مع النادي فسال كوبي، فضلا عن فشله في تقديم إقراره الضريبي بشكل صحيح لفترة معينة من الوقت على الرغم من إقامته في اليابان. واستكمالا لأخبارنا وآخر خبر معانا النهارده، ركراكي دياز أوفى بوعده. أثنى وليد ركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي على إبراهيم دياز اللاعب ريال مدريد بعدما فضل تمثيل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الإسباني. وأكد ركراكي أن ملف دياز لم يكن سهلا على الإطلاق، وأشار إلى أن دياز لاعب كبير ووجوده مع المنتخب المغربي وهو يحمل قميص ريال مدريد يدعو للفخر، واللاعب سيكون أو سيكسب قلوب كل المغاربة لأنه اختار أكيد المغرب على حساب إسبانيا. بكده أكيد خلصت أخبارنا النهاردة، بتمنى أن أنا أكون أديت لكم أخبار وافية وكافية. أكيد شكرا لك ونورتينا كمان بوجودك معانا النهاردة. أنا أكيد مبسوطة أن احنا كنا مع بعض النهاردة في الأهلي في رمضان. شكرا لك جدا يا منى، نورتينا. والحقيقة فعلا زي ما أنت قلتي كانت وجبة دسمة من كل الأخبار المختلفة. ودلوقتي خلص طبعا هذا الجزء من الحلقة الخاصة بينا من الأهلي في رمضان، هنروح لفاصل سريع بعد كده نرجع بقى في لقاء رمضاني شيق جدا مع المطرب أدهم علي. فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية. We'll be right back.